بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه في دروس البرمجة؟ لا شدوا حيلكم شوية، ده لسه التقيل مجاش. اهلا بيكم في درس جديد من دروس الحاسب الآلي للصف الثالث الاعدادي. زي ما تعودنا هناخد مثال نطبق بيه على الدرس اللي فات، وكمان يكون مقدمة للدرس بتاعنا النهاردة. مثال: صمم برنامج لإدخال أسماء 3 طلاب في أداة ليست بوك. وبعد ما صممنا البرنامج بتاعنا هنبدأ نكتب الكود جوه نافذة الكود، وهنفتح نافذة الكود زي ما اتعودنا عن طريق الضغط على مفتاح F7 أو عن طريق الضغط مرتين على أي أداة. وإحنا دلوقتي عايزين الكود يتنفذ إمتى؟ لما نضغط على الزرار ابدأ، فهنضغط مرتين عليه وهنبدأ نكتب الكود، واللي المفروض الكود هيبقى عبارة عن جملة تكرارية. بس يا ترى أنهي نوع من أنواع التكرار؟ هل جملة فور ونكست ولا جملة دو وايل؟ والله هنشوف. هل احنا عارفين عدد مرات التكرار ولا مش عارفينها؟ لا عارفينها، يبقى هنستخدم جملة فور ونكست. هنكتب الأمر ديم للإعلان عن متغير الحلقة التكرارية، وليكن ونسميه اكس. هنقول ديم اكس از انتجر، وبعدين هنعلن عن متغير حرفي من نوع سترينج. طب ده ليه؟ عشان نخزن فيه اسم الطالب، لأن اسم الطالب حرفي. فهنكتب الأمر ديم ونسمي المتغير مثلا student name as string. بعد كده هنكتب أمر بداية الحلقة التكرارية اللي هو for x بيساوي 1 2 3 اللي هم عدد الطلاب اللي احنا عايزين ندخل أسمائهم. وفي السطر اللي بعد كده هنبدأ نكتب أمر إدخال الأسماء. طب هندخل اسم الطالب فين؟ برافو عليك، هو صح. بس إيه رأيكم لو نطلع رسالة للمستخدم ونقول له أدخل اسم الطالب، ويكون في الرسالة دي مكان ندخل فيه اسم الطالب زي التكست بوكس؟ مش يبقى أحسن؟ بس هنعملها إزاي؟ في دالة اسمها الدالة input box، والصيغة بتاعتها بتتكتب input box وبعدين نفتح قوس وبعدين هنحط الرسالة اللي احنا عاوزينها تطلع مع مربع الإدخال. هنقول بقى ان student name اللي هو المتغير بتاعنا بيساوي اللي هينكتب جوه مربع الإدخال اللي هو input box، وهنفتح القوس ونحط الرسالة بتاعتنا وليكن أدخل اسم الطالب، وبعدين نقفل القوس. كده الاسم اللي احنا هندخله هيتخزن جوه المتغير اللي هو اسمه السنيم او ستودنت نيم. بعد كده عاوزين ايه؟ عاوزين الستودنت نيم ده ينطبع جوه الليست بوكس، فهنكتب ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت الوسيله اد المسؤول عن إضافة العناصر في التكست بوكس، ولو سمحت ضيف لي المتغير اللي اسمه student name، وبعدين أمر نهاية التكرار اللي اسمه next. طب يلا بقى نشغل البرنامج ونشوف إيه اللي هيحصل. هنضغط على زرار ابدأ عشان يبدأ ينفذ الكود، فظهرت لنا رسالة أدخل اسم الطالب وفيها زرارين أوكي وكنسل. هندخل أول اسم وليكن كنزي، وبعدين نضغط على اوكي. هنلاحظ ان في مربع ادخال جديد ظهر. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اسم كنزي اتخزن في المتغير اللي اسمه student name، وبعد كده بدأ تنفيذ الامر اللي بعده اللي هو امر الطباعة في الليست بوكس، وبعد كده هيروح على الامر next اللي هيعمل ايه؟ اللي هيلاقي ان عدد مرات التكرار لسه اقل من 3 فهيكرر الكود تاني، وعشان كده ظهر لنا امر ادخال جديد تاني عشان ندخل الاسم الكام؟ الاسم التاني. طيب يلا ندخل الاسم التاني وليكن كاتي، ونضغط على زرار اوكي. برضو حصل نفس اللي قلناه قبل كده، وبعد ما طبع كلمة كادي جوه اداة الليست بوكس ظهر لي مربع ادخال عشان ادخل الاسم التالت وليكن احمد، وبعدين هضغط على زرار اوكي. ايه اللي حصل؟ ما ظهرش مربع ادخال تاني. ليه؟ عشان احنا قلنا له ان عدد مرات التكرار اللي احنا عاوزينها 3 بس. الكلام ده لو كنا احنا عارفين عدد الطلاب اللي احنا عاوزين ندخلهم. طب لو احنا بقى مش عارفين احنا عندنا كام طالب،
وعاوزين نصمم برنامج لإدخال أسماء الطلاب. طب يا مستر، أمال التكرار هيتوقف إمتى؟ هو قال لي في المسألة لو عاوزين توقفوا التكرار هنكتب بدل الاسم هنكتب كلمة إنهاء، يعني في مربع الإدخال بدل ما نكتب اسم الطالب هنكتب كلمة إنهاء، يعني هنا التكرار هيبقى بناء على تحقق شرط، طول ما اسم الطالب مش بيساوي كلمة إنهاء هيفضل يكرر لي أمر الإدخال والطباعة. طيب هنا بقى هنستخدم جملة فور ونكست ولا جملة دو وايل؟ طبعا من غير ما نفكر، عدد مرات التكرار مش معروف لأن أنا مش عارف أنا هكتب كلمة إنهاء في المرة رقم كام، عشان كده هنستخدم جملة دو وايل، لأن جملة فور ونكست بتبقى فعالة أكتر لو كنا عارفين عدد مرات التكرار. أما لو عدد مرات التكرار زي الحل اللي عندنا غير معروف فهنستخدم جملة دو وايل. وجملة دو وايل بتقوم فكرة عملها على وجود شرط معين، لو الشرط ده اتحقق هيكرر الكود بتاعنا ويفضل يكرر الكود لحد ما الشرط ما يتحققش. وقبل ما نكتب الكود بتاع البرنامج بتاعنا هنقول مع بعض الصيغة العامة لجملة دو وايل بتتكتب ازاي جوه نافذة الكود. في الأول بنكتب كلمة دو وايل وبعدين نحط الشرط بتاعنا أو التعبير الشرطي، وفي السطر اللي بعده هنحط الكود المراد تكراره. بعد كده هنكتب كلمة لوب، ووظيفة لوب دي بقى بتعمل ايه؟ بترجعنا تاني لكلمة دو وايل. البرنامج بتاعنا أول ما بيشوف جملة دو وايل على طول اوتوماتيك يروح يدور على الشرط اللي بيجي وراه ويبدأ يختبره، وطبعا زي ما احنا عارفين ان التعبير الشرط ده اما ترو واما فولس، فلو لقاه ترو على طول هينفذ الكود، اما لا قدر الله لو لقاه فولس فمش هينفذ الكود وهيروح ينفذ اول امر بعد لوب. بتقول كلام كبير. كويس، كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه. طب معلش يمكن المثال يفهمنا اكتر. طبعا تصميم البرنامج بتاعنا مش هيتغير عن المثال السابق، بس هنفتح نفس الكود عشان نكتب الكود الجديد، وهنا مش هنعلن عن المتغير بتاع الحلقة التكرارية عشان احنا ما عندناش دلوقتي متغير يحدد لنا عدد مرات التكرار، احنا بس هنعلن عن المتغير اللي هنخزن فيه اسماء الطلاب اللي هو طبعا متغير ايه؟ حرفي. فهنقول له dim student name as string. بعد كده هنكتب امر بداية التكرار اللي هو عندنا do while، فهنقول له do while، وبعدين نحط الشرط بتاعنا، احنا عاوزين البرنامج يفضل يكرر الكود طالما احنا ما دخلناش انهاء، يعني طول ما student name لا تساوي كلمة انهاء. بعد كده هنبدأ نكتب امر الادخال اللي خدناه قبل كده اللي هو student name المتغير بتاعنا بيساوي اللي هينكتب جوه مربع الادخال او جوه الدالة input box، وهنقول له الرسالة بتاعتنا ادخل اسم الطالب، وبعد كده هنكتب امر الطباعة جوه الليست بوكس، فهنقول له ليست بوكس دوت ايتمز دوت الوسيلة اد المسؤولة عن اضافة العناصر جوه اداة الليست بوكس، نفتح قوس ونحط جواه اسم المتغير اللي احنا عاوزين نضيفه اللي هو student name، وبعد كده امر نهاية التكرار اللي هو loop. بعد كده هنروح نشغل البرنامج بتاعنا وهنضغط على الزر ابدأ عشان يبدأ تنفيذ الكود بتاعنا. هيظهر لنا مربع الادخال الناتج عن تنفيذ الدالة input box، وهنبدأ نكتب الاسم الاول وليكن كنزي. عارف ان انتوا اكيد زهقتوا من كنزي وكادي، بس معلش عندي ديت عشان هما بيزعلوا، وبعدين نضغط على اوكي. هنلاحظ انه بدأ يطبع كلمة كنزي وظهر لي مربع ادخال جديد عشان ادخل الاسم التاني، هنكتب كادي وبعدين نضغط على اوكي، هيطبع اسم كادي جوه اداة الليست بوكس ويطلع لي مربع ادخال جديد عشان ادخل فيه الاسم التالت، هكتب احمد. نفس الكلام حصل. طيب هندخل محمد ونقول له اوكي، وهيفضل البرنامج معانا كده على طول، كل لما ندخل له اسماء هيطبعها جوه اداة الليست بوكس. طب الكلام ده هينتهي امتى؟ الكلام ده هينتهي اول ما تكتب له كلمة انهاء،
لان انت الاسماء اللي قبل كده ما بتساويش كلمة انهاء، عشان كده الشرط ايه بيتحقق. فعشان كده بيعمل ايه، بيظهر لنا مربع ادخال عشان ندخل اسماء جديدة. طب لو كتبنا له بقى كلمة انهاء وقلنا له اوكي، هنلاحظ ان مربع الادخال ما عادش بيظهر، وطبع الاسماء كلها جوه اداة الليست بوكس وتوقف على كده. بس عندنا مشكلتين. المشكلة الاولانية انه عشان البرنامج يتوقف لازم نكتب كلمة انهاء كده، يعني من غير همزة تحت. طيب ونتغلب على المشكلة دي ازاي يا مستر؟ حاجة من الاتنين، يا اما نخلي بالنا واحنا بنوقف البرنامج ونكتب كلمة انهاء بدون همزة او زي ما احنا كاتبينها في البرنامج بتاعنا، او نعمل حاجة بسيطة قوي ان احنا نستخدم الشرط المركب اند كده. طيب المشكلة التانية، المشكلة التانية اننا لما بنيجي نشغل البرنامج ونبدأ ندخل الاسماء بتاعتنا، وليكن زي ما قلنا كنزي وكادي واحمد ومحمد، وبعدين عايزين نوقف التكرار فبنكتب له كلمة انهاء ونقول له اوكي، بنلاحظ ان البرنامج اتوقف فعلا، بس طبع لي كلمة انهاء في اخر اداة الليست بوكس. طيب ونحل المشكلة دي ازاي؟ احنا ممكن نحل المشكلة دي بطريقتين. الطريقة الاولانية ان احنا نرجع لنفس الكود، وبعد الامر لوب هنقول له لو سمحت بعد ما بتنتهي من البرنامج ده هتلاحظ ان في كلمة انهاء مكتوبة، احنا بقى عاوزينك تحذف كلمة انهاء اللي هتلاقيها في اخر اداة الليست بوكس. طب اكتب له الكود ده ازاي؟ هقول له جوه اداة الليست بوكس في خاصية اسمها items اللي هي العناصر، هنستخدم وسيلة اسمها الوسيلة remove، والوسيلة remove عكس الوسيلة add. هي add بتعمل ايه؟ add تستخدم في اضافة العناصر جوه اداة الليست بوكس، remove بقى بتستخدم في حذف العناصر جوه اداة الليست بوكس. بس هنكتب له اسم العنصر اللي احنا عاوزين نحذفه، احنا عاوزين نحذف كلمة انهاء. وطبعا لو عاوزين كمان نبقى نحذف انهاء اللي تحتها همزة نعمل نفس الكود ده. طيب هنشغل البرنامج بتاعنا وهنبدأ ندخل الأسماء، مش هكتر المرة دي، أحمد ومحمد، وهكتب كلمة إنهاء. لاحظنا إن هو حذف كلمة إنهاء اللي كانت موجودة. الطريقة التانية هي استخدام الأمر exit do مع جملة if. إيه الأمر exit do ده؟ الأمر exit do أمر يستخدم للخروج من الحلقة التكرارية do while. طيب الأمر ده هيتحط فين؟ قبل ما أقول لكم الأمر ده هيتحط فين، هنحذف بس الكود المسؤول عن حذف إنهاء عشان لما نحذفها ما تقولوش إن بسبب الكود ده، وهنبدأ نكتب الأمر بتاعنا. طيب الأمر ده هيتكتب على طول بعد أمر الإدخال، يعني أنا بعد ما هدخل الاسم في أداة الانبوت بوكس هقول له لو اللي انت دخلته ده كلمة انهاء اخرج من الحلقة قبل ما تضيف العنصر. طب لو ما كانتش الكلمة انهاء فيش مشكلة، يضيف العنصر بتاعنا عادي. طيب لو يبقى جملة if، والشرط بتاعنا هقول له لو student name بيساوي انهاء then exit do، ونشغل البرنامج بتاعنا ونبدأ ندخل أسماء الطلاب. أضغط على الزر ابدأ، هيبدأ تنفيذ الكود عادي. هبدأ أدخل الأسماء أحمد ومحمد وبعدين كلمة إنهاء. لاحظنا إن كلمة إنهاء مش موجودة. أي طريقة من الاتنين هتكون صح، سواء استخدمت الأمر exit do مع جملة if او استخدمت الوسيلة ريموف الخاصة بالاداة ليست بوكس. المهم ان احنا نكون عرفنا النهاردة ان احنا عندنا جملتين بنستخدمهم عشان نعمل حلقة تكرارية. الجملة الاولانية هي جملة فور ونكست، ودي بنستخدمها في حالة معرفة عدد مرات التكرار. والجملة التانية هي جملة دو وايل لوب، ودي بنستخدمها لو احنا مش عارفين عدد مرات التكرار. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في الدروس القادمة.